السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. طبعا علشان احنا في فترة الشتاء، ففي ناس كتيرة جدا بيقابلها مشكلة كبيرة جدا في الشفايف، بيحصل تشقق للشفاه في فترة الشتاء بالذات بشكل كبير جدا، وبتبقى مؤلمة جدا. علشان كده في الفيديو ده ان شاء الله هقدم لكم حل طبيعي 100% وسهل ورخيص علشان تعالج موضوع التشقق ده بكل سهولة. كل ما فيها ان انت هتروح عند العطار هتشتري منه زيت اللوز الحلو. زيت اللوز الحلو، هناخد مسحة من زيت اللوز الحلو وندهن بيها الشفايف، ان شاء الله هتعالج لك التشقق بشكل كبير جدا، وكمان هتحافظ لك على الشفاء من ان هي يحصل لها تشقق في المستقبل طالما بتستخدم زيت اللوز بشكل منتظم. طيب استخدمه كل قد ايه؟ ممكن استخدم زيت اللوز الحلو في دهن الشفايف كل 3 ايام مرة، ان شاء الله مش هيبقى فيه تشقق خالص، وكده يبقى عالجنا المشكلة بطريقة طبيعية 100%. وفي النهاية ما تنساش الاعجاب ومشاركة الفيديو والاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.